احنا عندنا السموزي، ادي حبه سكر، ادي عنب، ادي خوخ، وادي كريز مخلي اهو. هنا في فانيليا ايس كريم اهي. كده عملنا ايه؟ حطينا هنا خوخ، عنب، زبادي، لبن ولا ايه؟ حطينا ايس كريم. وتعالوا بقى نغرف ونشوف هنعمل ايه دلوقتي مع حضراتكم. طيب السموزي ده مؤذي، يعني انت عامله دايت وما بتاكليش، بتجيب لنا وجع القلب ليه؟ غزة انت عايزه تغزينا مش تغزينا. حاضر، حطينا برضو معاه ايس كريم. ونصلي على الحبيب. ليه يا أمي جبتيني طباخ؟